مسائل الإرحال والإسفاف والتسيب قنابل موقوتة كقنابل المتطرفين سواء بسواء. وخلي بالكم الطرفين اللي في أقصى التشتت واللي في أقصى التطرف الاتنين بيغزوا بعض ويغزوا على بعض. ليه؟ ليه بتوع اللي هم المتطرفين اللي هم طبعا والمتشددين يقول لك شوف مش عايزين دين ولا الدولة عايزة دين، ده عايزين الكفر والإلحاد وعايزين كذا. الجماعة التانيين يقول لك شوف دول واخديننا فين؟ يعني أنت ما تحطش المجتمع بين بديلين، بديل سيء وبديل أسوأ. يقول له الجنة. طب الجنة دي يقول له لا الجنة دي بس الكتانية. أنت هتموت من هنا وهتلاقي حور العين وهتلاقي كل ما لا عين رأت. يعني لو أنا عملت العملية دي أروح الجنة أقول له أه، طب ما تعملهاش أنت ليه؟ يعني قلت بقول لي خد الحزام ده. طب لو عملت قلنا تروح الجنة، لا اتفضل انت الحزام وتفضل انت روح انت خد انت الايه؟ الجنة. حزبة عقلية بعيد حتى عن كل التدين، فالطريق محتاجة حتى إلى جانب البناء الايه؟ إلى جانب البناء العقلي ونتعامل مع الناس ونبقى فاهمين احنا رايحين فين وجايين منين؟ لأن القضية أبعد من إنها تكون الجانب الديني فقط. بناء منظومة قيم ومنظومة أخلاق ومنظومة اتزان، لأننا بعاداتنا بتقاليدنا بوسطياتنا، نقول دايما لحضارتنا الإسلامية تقبل الشطط لا إلى أقصى لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، فهي حضارة الوسطية.